بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 190. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، شرع لعباده ما يضمن مصالحهم ويدفع عنهم المضار عاجلا وآجلا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد أرسله رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه وأتباعهم إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتحدث إليكم في هذه الحلقة كسابقاتها عن أحكام الجنايات، ونخص هنا التحدث عن أحكام القسامة من حيث معناها ودليلها وشروطها وما يترتب عليها من أحكام. القسامة لغة اسم مصدر من قولهم أقسم إقساما وقسامة، أي حلف حلفا، والمراد بها هنا الأيمان، أي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم. تشرع القسامة في القتيل إذا وجد ولم يعلم قاتله واتهم به شخص، والدليل عليها السنة والإجماع. ففي الصحيحين عن سهل بن أبي حثمة أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود خرجا إلى خيبر، فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه، فأتى يهود فقال: أنتم قتلتموه؟ فقالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ وفي رواية: تأتون بالبينة؟ قالوا: ما لنا بينة. فقال: أتحلفون؟ قالوا: وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ فقال: تبرئكم يهود بخمسين يمينا. فقالوا: كيف نأخذ أيمان قوم كفار؟ فوداه النبي صلى الله عليه وسلم بمئة من الإبل. فدل ذلك على مشروعية القسامة، وأنها أصل من أصول الشرع مستقل بنفسه، وقاعدة من قواعد الأحكام، فتخصص بها الأدلة العامة. وأما شروط القسامة فمن أهمها وجود اللوث، وهو العداوة الظاهرة بين القتيل والمتهم بقتله، كالقبائل التي يطلب بعضها بعضا بالثار، وكل من بينه وبين المقتول ضغن يغلب على الظن أنه قتله من أجله. فللأولياء حينئذ أن يقسموا ويحلفوا على القاتل إذا غلب على ظنهم أنه قتله وإن كانوا غائبين. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن اللوث لا يختص بالعداوة، بل يتناول كل ما يغلب على الظن صحة الدعوة، كتفرق جماعة عن قتيل، وشهادة من لا يثبت القتل بشهادتهم كالصبيان والنساء. وقال أحمد: أذهب إلى القسامة إذا كان ثم لطخ، وإذا كان ثم سبب بين، وإذا كان ثم عداوة، وإذا كان مثل المدعى عليه يفعل مثل هذا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله معلقا على كلام أحمد رحمه الله، فذكر أمورا أربعة: اللطف وهو التكلم في عرضه كالشهادة المردودة، والسبب البين كالتفرق عن قتيل، والعداوة وكون المطلوب من المعروفين بالقتل، وهذا هو الصواب. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: وهذا من أحسن الاستشهاد، فإنه اعتماد على ظاهر الإمارات المغلبة على الظن صدق المدعي، يجوز له أن يحلف بناء على ذلك، ويجوز للحاكم، بل يجب عليه أن يثبت له حق القصاص أو الدية مع علمه أنه لم يرى ولم يشهد، انتهى. لكن لا ينبغي للأولياء أن يحلفوا إلا بعد الاستيثاق من غلبة الظن، وينبغي للحاكم أن يعظهم ويعرفهم ما في اليمين الكاذبة من العقوبة. ومن شروط القسامة أيضا أن يكون المدعى عليه القتل فيها مكلفا، فلا تصح الدعوى فيها على صغير ولا مجنون. ومن شروطها إمكان القتل من المدعى عليه، فإن لم يمكن منه القتل لبعده عن مكان الحادث وقت وقوعه لم تسمع الدعوى عليه. وصفة القسامة أنها إذا توفرت شروط إقامتها فإن الحاكم يبدأ بالمدعين
فيحلفون خمسين يمينا توزع عليهم على قدر إرثهم من القتيل أن فلانا هو الذي قتله، ويكون ذلك بحضور المدعى عليه. فإن أبى الورثة أن يحلفوا أو امتنعوا من تكميل الخمسين يمينا فإنه يحلف المدعى عليه خمسين يمينا إذا رضي المدعون بأيمانه، فإذا حلف خمسين يمينا برئ. وإن لم يرضى المدعون بتحليف المدعى عليه فإن الإمام يفدي القتيل بالدية من بيت المال كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الأنصار لما امتنعوا من قبول أيمان اليهود فدى النبي صلى الله عليه وسلم القتيل من بيت المال، ولأنه لم يبق سبيل لإثبات الدم على المدعى عليه فوجب الغرم من بيت المال لئلا يضيع دم المعصوم هدرا بلا مبرر لإحداره. وقد اختلف الفقهاء في الذي يثبت في القسامة إذا توفرت شروطها وحلف أولياء القتيل خمسين يمينا، والصحيح في ذلك أنها إذا توفرت شروط القصاص بعد توفر شروط القسامة وتمامها أنه يثبت بها القصاص على المدعى عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحلف خمسون منكم على رجل منهم فيدفع إليكم بأمته، وفي لفظ لمسلم: ويسلم إليكم. فتقوم القسامة مقام البينة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله عن ثبوت الحكم بالقسامة: وليس إعطاء بمجرد الدعوى، وإنما هو بالدليل الظاهر الذي يغلب على الظن صدقه فوق تغليب الشاهدين، وهو اللوث والعداوة الظاهرة والقرينة الظاهرة. فقوى الشارع هذا السبب باستحلاف خمسين من أولياء المقتول الذين يستحيل اتفاقهم كلهم على رمي البريء بدم ليس منه. وقوله صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم، لا يعارض القسامة بوجه، فإنما نفى الإعطاء بدعوى مجردة. انتهى كلامه رحمه الله. قال الفقهاء رحمهم الله: ومن مات في زحمة جمعة أو طواف فإنه تدفع ديته من بيت المال، لما روي عن عمر وعلي أنه قتل رجل في زحام الناس بعرفة، فجاء أهله إلى عمر فقال: بينتكم على قاتله؟ فقال علي رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، لا يطل دم امرئ مسلم إن علمت قاتله، وإلا فأعط ديته من بيت المال. وبهذا القدر نكتفي إلى الحلقة القادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.